مرة أخرى يعود إلينا عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيت بتوقعاته التي تثير الرأي العام وتصبح مصدر قلق من الجميع، فهذه المرة ينذر بحدوث هزات أرضية خلال 8 مايو وحتى 10 مايو ليتسبب في قلق السوريين، حيث يتزامن ظهور توقعاته مع هزات تعرضت لها بعض المناطق السورية. حديث العالم فرانك أثار قلق العالم، خاصة وأن توقعاته السابقة عن حدوث هزات أرضية في بعض الأماكن قد حدثت بالفعل. لكن الغريب في الأمر أنه مع كل حديث يخرج به هذا العالم إلينا يقابل بانتقادات حادة من العلماء معتبرين أنها غير صحيحة وغير علمية. في هذه المرة يقول العالم فرانك إنه سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس يوم 7 مايو مباشرة قبل القمر الجديد. يمكن أن يؤدي الاقتران القمري يومي 3 و4 مايو إلى هزة قوية، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 6 درجات على الأرجح في وقت لاحق من يوم 6 أو 7 مايو. منذ أيام قليلة شهدت سوريا هزات أرضية خفيفة، وهو ما أثار قلقهم بشأن صحة توقعات ذلك العالم الذي أصبح مصدر ذعر لكثير من دول العالم، خاصة سوريا وتركيا. ليصبح ذلك العالم مصدر قلق للسوريين بعد توقعاته، فذلك الخوف لم يكن وليد هذه اللحظة، فقد حدث سجال عنيف بين العالم فرانك ومتابعيه خلال العام الماضي بعد أن تنبأ بحدوث دمار كبير في الأسبوع الأول من مارس، لكن لم يحدث ذلك على الرغم من حدوث زلازل نوعا ما في أماكن متفرقة في العالم، لكنها لم تتسبب في الدمار الكامل الذي أعلن عنه ذلك العالم، ليرد عليه السوريون بجملة واحدة: لم نعد نفهمك، وشعب سوريا في توتر دائم بسببك. أصبح ذلك العالم مصدر قلق دائم، خاصة بعد أن رأى العالم أن الكثير من توقعاته التي تنبأ بها قد حدثت بالفعل، فالأحداث تعيد نفسها من جديد الآن بعدما تنبأ العالم فرانك بحدوث هزات أرضية عنيفة في الفترة ما بين يوم 7 مايو إلى 10 مايو، ليرفض علماء الفلك والجيولوجيون نظريات الباحث الهولندي المثيرة للجدل، معتبرين أنها غير علمية، بل ويصرون على أنه لا علاقة بين حركة الكواكب واصطفافها واقتراناتها بأنشطة الزلازل على الأرض. الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أكد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، مبيناً أنه لو كان ذلك صحيحاً لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.